يقول: في نفس السكن يسكن معنا رجل كبير في السن عنا، يصلي فترة ويترك فترة، وسمعت أنه لا يجوز السكن والأكل والشرب مع تارك الصلاة، فما هو توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا يجوز السكن والأكل والشرب مع تارك الصلاة متعمدا، لأنه كافر، إلا إذا كنتم تنكرون عليه وتلزمونه بالصلاة. أما أن تسكتوا عنه وتآكلوه وتشاربوه فهذا سبب للسخط من الله عز وجل. قد جاء في الحديث أن بني إسرائيل كان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم يلقاه المرة الثانية على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم بعد ذلك يتركه ولا يمنعه ارتكابه للمعصية أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالواجب عليكم المناصحة وإلزامه بالصلاة، فإن لم يمتثل فاعتزلوه، إما بأن تخرجوه عنكم، أو إذا كان المحل والبيت له أن تخرجوا أنتم إلى مكان آخر. نعم.